بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا الدرس المبارك في فقه تأويل الأحاديث. نشرع فيه أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. تكلمنا معكم في الأسبوع الماضي عن بداية قصة حديث عمر في الإسلام والإيمان والإحسان. وقفتنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى حول فقه نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسمع الحديث من أول قصته حتى نربط الكلام مع بعضه البعض. عن يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، وقفنا عندكم في الأسبوع الماضي عند هذا الموضع. الآن تعالوا معنا نتابع نص الحديث ونفهم فقهه مستعينين بالله تعالى. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو السؤال الأول الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، يعني عن دين الإسلام، يعني عن أركان الإسلام. جبريل هنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأسس الأساسية في الإسلام، في هذا الدين. فلما قال أخبرني عن الإسلام، يعني أخبرني عن أركان الإسلام، فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأركان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الركن الأول وهو الأساس. وذكر الإمام هذا الحديث ليبين أن هذا هو أساس دخول الإنسان في الإسلام، أن ينطق بالشهادتين
فعندها يكون واحدا من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. وتقيم الصلاة، تقيم طبعا مضارع منصوب لأنه معطوف على أن تشهد، أن تشهد مضارع منصوب بأن المصدرية، كأنه قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، سيمر معنا في حديث آخر قادم شهادة أن لا إله إلا الله. هنا لم يأتي بالمصدر شهادة أو إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة، إنما أتى بالفعل المضارع أن تشهد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كلها أفعال مضارعة معطوفة على الفعل الأول. لعله هنا لما أتى بالفعل أن تشهد وتقيم، أنتم تعلمون أن الفعل يدل على التجدد والاستمرار، وهذه الأفعال الصلاة والزكاة والحج والشهادتان أفعال متجددة، بمعنى أنه يفضل عن المسلم في كل يوم عدة مرات، صلوات الخمس والشهادة أيضا عدة مرات وهكذا، فعبر عنها بالمضارع ليدل على استحضار هذا الفعل والتجدد المتواصل في هذا الفعل. تقيم الصلاة أداء الزكاة، الصلاة باعتبارها الركن العظيم من أركان الإسلام، وتؤتي الزكاة الركن الثالث، وتصوم رمضان الركن الرابع، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا الركن الخامس. فكان الجواب ينص على هذه الأركان الخمسة. لما نقول هذه الأركان يعني هذه أساس البناء، أساس البناء، فيما بعد الأقسام الأخرى والمناهج الأخرى هذه استكمال للبناء. الإسلام فيه بناء وفيه استكمال بناء، كالعمارة، العمارة لها جدران أساسية تسمى أعمدة تسمى كذا، ولها فيما بعد أمور استكمالية، والإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة كأساس البناء الإسلامي بهذا الأمر. حج البيت قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا دل على أن الحج واجب على المستطيع. طبعا هنا لما تكلم على الأركان لم يذكر تفاصيلها، عدها عدا، أما التفاصيل فهي مذكورة في المباحث الفقهية في الفقه الإسلامي بهذا الأمر. قال صدقت، أي قال جبريل أو الرجل الآن الجالس أمام النبي عليه السلام قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأمر العجيب هنا المثير أن جبريل يسأل وبعدما يتلقى الجواب من النبي عليه السلام يقول له صدقت في كلامك، هذا دل على أن السائل يعرف الجواب قبل أن يسأل. السائلون نوعان، سائل لا يعرف الجواب فيسألك يريد أن يتلقى منك الجواب، هذا يبحث عن الجواب، هذا يقول لك صدقت، هذا يقول لك جزاك الله خيرا، أنت تعلم ويقول لك جزاك الله خيرا. أما إذا كان أستاذ يسأل طالب ويعرف الجواب ويمتحن الطالب، فإذا أجاب الطالب جوابا صحيحا يقول له أحسنت أو صدقت. هنا جبريل الرجل القادم هذا لم يأتي ليتعلم بل أتى ليعلم، لم يأتي ليتعلم من النبي عليه السلام، إنما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحاوره ليعلم الجالسين من خلال السؤال والجواب، ولهذا قال له صدقت. عمر يتعجب قال فعجبنا له يسأل ويصدق، إذن هذا ليس سائلا بل هذا قادم في مهمة تعليمية، ولذلك أثار تعجب الصحابة. السؤال الثاني قال فأخبرني عن الإيمان، أسس الإيمان، أركان الإيمان. قال أن تؤمن بالله، لاحظوا المصدر، أن المصدرية
والمضارع المنصوب أن تؤمن. هنا قال أن تشهد وتقيم وتؤتي، الآن قال أن تؤمن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا في روعة الحقيقة في جواب النبي عليه الصلاة والسلام، معطوفة على الإيمان بالله. لاحظوا، أن تؤمن بالله، اثنين الملائكة، ثلاثة الكتب، أربعة الرسل، خمسة اليوم الآخر، كلها أخذت فعل واحد أن تؤمن. لكن القدر أتى له بفعل مستقل أعاد فعل تؤمن، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما حكمة إعادة فعل وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ لأن القدر الكلام أساسا ذكر لموضوع القدر، كما قال الحميري ويحيى بن يعمر أتى إلى عبد الله بن عمر يسأله عن موضوع القدر. فالقدر مهم في العقيدة، وفيه مسائل فيها إشكال، فيها خلاف، فيها غموض، ولذلك الإيمان بالقدر يحتاج إلى أن يعيد الفعل مرة ثانية. قال وتؤمن بالقدر، ثم قال خيره وشره على اعتبار الإنسان نفسه. أنت يصيبك خير وهذا بقدر الله، وقد يصيبك شر وهذا بقدر الله. فالخير أنت تفرح له وتشكر الله على ذلك وتعتقد أن هذا من الله ترضى به. إذا ربنا ابتلاك بمصيبة أو ضر أو شر، أيضا أنت تؤمن بأن هذا من الله، وأن الله يريد بك الخير، أن الله يريد مصلحتك، يريد بك الخير، ولذلك يصيبك بهذه المصيبة أو بهذا الابتلاء. فيكون هذا حقيقة فيه أيضا إيمان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى. فالقدر إذا نوعان، قدر خير أنت تشكر الله على ذلك، وقدر مصيبة وابتلاء أنت تشكر الله على ذلك. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة. لاحظوا معي، يتكلم على الأركان، أركان إيمان خمسة، الآن أركان إيمان الستة. قال صدقت كما تلقى الجواب الأول، وهنا أيضا يقول له صدقت. السؤال الثالث قال فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتقل من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، والإحسان مقام عظيم. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سؤال جبريل وجوابه أن يبين للصحابة والمسلمين من بعدهم هذا المقام الرائع الرفيع، وهو مقام الإحسان. الإسلام عرفناه، أركانه خمسة. الإيمان عرفناه، أركانه خمسة. تدرج من الإسلام إلى الإيمان، لكن الإحسان حقيقة يحتاج إلى بيان سريع. الإحسان بمعنى الإتقان، الإتقان والإجادة. أحسن الشيء أي أتقنه وصوبه وأجاد فعله، فجاء هذا الشيء على أعلى الدرجات بالإتقان والإحسان. كيف لا؟ ورب العالمين أخبرنا سبحانه وتعالى أنه أحسن خلقه، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. فأساس الإحسان في فعل الله تعالى، وفعل الله عظيم في كل ما يفعله على مستوى الفرد ومستوى العالم ومستوى الكون. الذي أحسن كل شيء خلقه، فالإحسان هو روعة الأداء
روعة الإتقان وروعة التنفيذ. والحديث ماذا قال؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يؤديه على أحسن صورة. إذا أنت أحسنت، طبعا كل شيء في الإسلام يحتاج إلى إحسان، لمعلوماتك. أنت لا تظن أن الإحسان مقام زي مساقات الجامعة أو دروس الجامعة، خلص أول مادة وخلص أول فصل ثم الفصل الثاني ثم الفصل الثالث وهكذا. لا، الإحسان هو يأتي في كل شيء. بمعنى العقيدة أنت يجب عليك أن تفهمها بإحسان، العلم أنت تتعلم بإحسان، العبادة أنت تؤديها بإحسان، المعاملات بإحسان، الدعوة بإحسان. فالإحسان هو روعة الإتقان وحسن الأداء، أن يكون على أرفع صورة. هذا في الأساس عند جميع المسلمين. نقول ونحن نتألم ونأسف من واقع المسلمين المعاصر، معظم المسلمين ليس عندهم إحسان إلا من رحم الله. في العبادات لا يؤدونها بإحسان، الصلوات يصلون لكن لا يؤدونها بإحسان. صلتهم بالله، ذكر الله، قراءة القرآن، هذه كلها أمور تحتاج إلى إحسان، حسن أداء. إذا أنت أحسنت الفعل والأداء ورفعت هذا إلى الله تعالى، فإن الله يقابل إحسانك الصغير القليل بإحسان منه كبير. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل هنا بمعنى الحصر، بمعنى لا جزاء للإحسان إلا الإحسان. أنت تحسن على مقدارك أنت وأنت ضعيف صغير، والله يعاملك بإحسانه هو سبحانه وتعالى، إحسان كبير يليق بعظمته سبحانه وتعالى. هذا بشكل عام. الآن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام على الإحسان في التعامل مع الله في العبادة. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. خصص النبي عليه الصلاة والسلام هنا الإحسان بالإحسان في العبادة، ولا نعني بالعبادة فقط الصلوات، إنما نعني كل الشعائر التعبدية وكل التزام بأحكام الله تعالى. الواجبات أداؤها في العبادات والمعاملات والسلوكيات وغيرها، المحرمات تركها في العبادات والمعاملات وغيرها. بمعنى الإحسان في العبادة يعني أن تكون محسنا في كل حياتك، ليس فقط في الصلاة. أن تعبد الله، لاحظ الحديث قال كأنك ترى، كأنك يعني أنت تتخيل نفسك عندما تعبد الله في الصلاة أو في غيرها كأنك ترى الله تعالى. هذا في التخيل، في المشاعر، في الأعصاب، شعور كأنك ترى الله تعالى. دقة وعظمة كلام النبي عليه السلام لما قال كأنك ترى، لأن الله لا يرى في الدنيا، نقولها بعد قليل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا أن يمرر لنا معلومة تعليمية في العقيدة، يقدم لنا معلومة في العقيدة، أن يخبرنا أن الله تعالى لا يرى في الدنيا. قال: فإن لم تكن تراه، إذا أنت لا ترى في الدنيا، لكنه هو يراك. ضع كأنك تراه التشبيهية التخيلية مع فإنه يراك التوكيدية. كأنك ترى تشبيه تخيل، أما إنه اسم إن الهاء وإن حرف التوكيد، ويراك جمل فعلية فعل مضارع خبر إنه. يعني أكد النبي عليه الصلاة والسلام على رؤية العبد، رؤية الله للعبد، فإنه يراك. أتى بها بصيغة الجزم، يبقى الروعة في التقابل ما بين كأنك
التخيلية وإنه يراك التوكيدية في المقابلة بين هذا وبين هذا. الحقيقة أحبابنا الكرام في موضوع الرؤية، أولا كل مؤمن يجزم يقينا أن الله يراه أينما كان. رؤية الله للإنسان هذه متفق عليها، ما في مؤمن يقول لا. الكفار أولئك عن لهم اعتبار خاص، ما عندهم مالهم. أما إسلاميا هذه قضية متفق عليها، أن الله هو السميع البصير، بصير يرى كل شيء فإنه يراك. أما رؤية العبد لربه هذه تحتاج إلى كلام سريع. طبعا الآن نحن في فقه تأويل الحديث. الراجح عند أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج السليم، أولا أن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا في عالم اليقظة، يستحيل نصا وعقلا أن يرى إنسان ربه في الدنيا. وموقفنا من هذا كلام سيدنا موسى عليه السلام في قوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. ما في بشر سواء كان نبي أو غير نبي رأى ربه بعين رأسه في الدنيا، هذه واحدة. في المنام الراجح أيضا أن الله لا يرى في الدنيا في المنام، في المنام لا يرى الله تعالى في الدنيا، فلا يرى لا يقظة ولا مناما. أما في الآخرة فالكفار محجوبون عن رؤية الله تعالى في الآخرة، لأن رؤية الله تشريف وتكريم، وهم لا يستحقون هذا التكريم، إنهم معذبون في النار. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المؤمنون في الجنة، النصوص القرآنية والحديثية صريحة وقاطعة في أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن رؤية الله تعالى في الجنة أفضل من نعيم الجنة نفسه. أن يروا ربهم في الجنة هذا تكريم وتشريف من الله تعالى لهم، وهذا أفضل حتى من نعيم الجنة. وعلى هذا آيات صريحة في كتاب الله وأحاديث صريحة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من نفى الرؤية في الآخرة في الجنة فهذا سار على منهج خاطئ. أي جماعة إسلامية، أي فرقة إسلامية قديمة أو معاصرة تقول إن الله لا يرى في الجنة في الآخرة، هؤلاء منهجهم خاطئ يخالف منهج رسول الله وأصحابه الكرام عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول هذه نعمة عظيمة أن يرى الله تعالى في الجنة في الآخرة، نثبتها. ولا نعرف في الدنيا كيف يرى، يرى والسلام. أنا في الدنيا عيني لها مقاييس محددة مبرمجة على برمجة خاصة، ترى ضمن إطار معين. في الجنة في الآخرة يغير الله هذه البرمجة العينية وهذه المقاييس، فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى. أما كيف، نحن في الدنيا لا نعرف كيف، فنثبتها ونطمع فيها ونرجو الله تعالى أن يمن علينا في الجنة في الآخرة وأن يرينا وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لماذا هذا إحسان؟ لماذا هذا إحسان؟ لما قلنا كأنك تراه، أن تتخيل نفسك أثناء العبادة أنك ترى الله، لا مانع لا مانع. لكن إياك، ها انتبه، إياك أن تقول أنا الآن رأيت الله، أنا الآن جسمت الله في نظري أو في شعوري أو في خيالي. إياك، الله لا يرى في الدنيا، هو لا يجسم بجسم محدد أو يكون في مكان أو حيز محدد، هذا محرم في دين الله، هذا في العقيدة كلام باطل. إذا أنت تتخيل نفسك تستشعر شعورا كأنك ترى الله، يكفي كأنك ترى.
أقول هنا ما هو أثر هذا عليك؟ أن تتخيل أنك ترى الله، وأن تجزم أن الله يراك، تجزم يقين أن الله يراك. أثر هذا عليك ماذا؟ أولا في حسن الالتزام والانضباط، الله يراك أينما كنت، إذن أنت تلتزم بشرع الله. اثنين، أنت تحسن أداء العبادة، وهذا المطلوب، الإحسان تؤديها متقنة على أجمل صورة، ثم هذا يدفعك إلى أن تعظم مقام الله تعالى، فهذا يبعدك عن ما حرم الله عز وجل. لو جاء الشيطان ليوسوس لك، أنت توقن أن الله يراك أينما كنت، فلا يتغلب الشيطان عليك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال السؤال الرابع، فأخبرني عن الساعة، أن يقدم معلومة جديدة. أنا أحاول أن لا أطيل الوقفة مع الحديث حتى لا تطول الوقفات. أخبرني عن الساعة، عن يوم القيامة. يوم القيامة سميت ساعة، الساعة في حساباتنا 60 دقيقة، وهي حساب قصير، واليوم 24 ساعة. وسمي يوم القيامة ساعة لماذا؟ طبعا ليس 60 دقيقة، لكن بين وبين قد يكون آلاف السنين، إنما سميت ساعة للإشارة إلى حقيقة قرب قيام الساعة، أنها قريبة، قرب قيام الساعة، وأنه قد يفصل بيننا وبينها ساعة، 60 دقيقة قد يفصل. لو أراد الله أن تقوم الساعة الآن الساعة 10:30 فسيفعل ذلك، ولا أحد يمنعه من هذا سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد. فالمسافة بينه وبينها قصيرة إذا أراد الله أن تقوم، سميت ساعة لاعتبارها. بل حتى إن الدنيا كلها وعمر الدنيا بملايين السنين، يوم القيامة قال كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، فالدنيا قصيرة. أخبرني عن الساعة، متى تقوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا علم لي بها. ما المسؤول؟ المسؤول هو النبي عليه السلام، اسم مفعول. السائل هو الرجل الغريب اللي هو جبريل كما نعرف بعد ذلك. فعلمي علمك، لا علمني ولا علم عندك. قدم هذه المعلومة للصحابة ولنا بعض الصحابة، أنه لا يعلم أحد متى الساعة، لأن الله هو الذي اختص بعلمها. الحقيقة في هذا الجواب، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعطيها النبي عليه السلام درسين. الدرس الأول المهم، أن لا نخوض في تعيين الساعة، أن لا نحاول تعيين الساعة، أن نتكلم حول تعيين الساعة. أقول هذا في زماننا، زمن البهرجة الإعلامية وزمن الخداع والتهريج، صار في زماننا ناس يتكلمون عن الساعة كفارا ومسلمين، ويحددون تواريخ، وكل سنة يحدد لك تاريخ معين، ستكون القيامة في تاريخ ساعة يوم كذا ساعة كذا، والناس يستعدون، وبعد ذلك يمر التاريخ وينتهي. أن يتكلم عن كلام الباطل هذا كفار في أوروبا أو البرازيل أو الأرجنتين أو غيرها، لا يلامون على هذا، كفار. أما يتكلم بعض المسلمين بهذا، وأن يحدد سنة قيام الساعة هو يوم كذا ساعة كذا شهر كذا سنة كذا، وهذا الحديث صريح، فهذا يعتبر يعني كلامه خاطئ. والقرآن أيضا صريح بهذا الاعتبار، كما قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، سورة الأعراف. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة،
يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله. كم مرة الآية تؤكد على الحقيقة هذه. فآيات القرآن والحديث الصحيح يؤكدون على حقيقة قاطعة أنه لا يعلم مخلوق متى الساعة. قل إنما علمها عند ربي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها قاصر، لا يعلم متى تقوم الساعة. أحبابنا الكرام، الحقيقة هذا أيضا كلام فيه دلالة مهمة، أن علم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس شاملا لكل شيء. انتبه، اعرف هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام عالم وعلمه واسع، لكنه لم يحط بكل شيء علما. الوحيد الذي أحاط بكل شيء علما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذا رد على بعض الأفكار الخاطئة التي تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء. لا، ها هو هنا لم يعلم، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهناك أشياء اختص الله تعالى بها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، لم يكن يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. ربنا يعلمه، نعم صحيح يعلم، أم هو يعلم علم دراسي بحث تحقيق؟ لا. ولك ماذا قال؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رد على بعض الناس الذين يبالغون في مدح النبي عليه السلام ويتكلمون عنه كلام الباطل، ويقولون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم كل شيء وكان علمه بالغيب كعلمه بالشهادة. لا لا، هذا كلام باطل. لم يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من مسائل الغيب إلا ما علمه الله تعالى إياه. فقط رب العالمين هو الذي أحاط بكل شيء علما. فأهمس في آذانكم فأقول، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم علم الغيب إلا ما علمه الله، فأي شخص بعد الرسول عليه السلام يمكن أن يعلم علم الغيب؟ لا أحد، لا أحد، سواء كان شيخا أو وليا أو قطبا أو مهما كان وضعه، فإنه يستحيل أن يعلم علم الغيب. فبعض الدجالين تذهب إليه فيقول لك أنا أحدد لك مستقبلك. أنت مين؟ مستقبلي بيد الله تعالى، أنا لا أعلم ماذا يحصل لي بعد دقيقة مش بعد ساعة. فالمستقبل كما قال ذلك الشاعر، قال وأعلم علم اليوم والأمس قبله، لكنني عن علم ما في غد عني. أعمى، أعلم علم اليوم ممكن، والأمس قبله مضى صار معروف، لكنني عن علم ما في غد عني، يعني ماذا يحصل لي أو لك أو له غدا، هذا يستحيل مع البشر أن يعرفه. ما يدعى هذا فهو كاذب. فعلم المستقبل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب في العلم وفي الجواب. ما أخبرني عن الساعة؟ لا علم عندي. يقولها الرسول عليه السلام بالفم الملآن، لا علم عندي. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فيعلمنا إذا لم نعرف الجواب أن نقول لا أعلم، لا علم عندي. وهذا هو المنهج السليم، وهذا هو الأدب تعلمناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قد يظن أنه إذا قال لا أعلم أنه قد تنقص منزلته أو ينقص علمه، فيتكلم بالحق أو بالباطل. هذا لا يجوز. بعض الناس لم يحط بكل شيء علمه، فقد يعرف أشياء وأشياء لا يعرفها. ومن الشرف للعالم أن يقول فيما يعلم نعم أنا أعلم. يجب أن يقول أنا أعلم فيما يعلم، وفيما لا يعلم يجب أن يقول أنا لا أعلم.
يجب أن يقول. فإن تكلم بجهل وأفتى بجهل فحسابه شديد عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى حقيقة بحاجة إليه أن يعرفه الشيوخ الفضائيون الذين يطيرون في القنوات الفضائية ويتكلمون بأحيان بالحق وأحيان بالباطل. فلا بد أن نعرف كل منهم حده في هذا الاعتبار، ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. سؤال خامس والأخير، قال فأخبرني عن أمارتها، فأخبرني عن أمارتها. لا تعلم متى الساعة ماشي، لكن هل لها أمارة؟ الأمارة أحبابنا الكرام هي العلامة، الأمارة العلامة، الشيء الواضح الظاهر البارز المعروف الذي يراه الناس فيكون دليلا أو إشارة أو علامة على الشيء. أمارتها نعم، أخبره عن أمارتها. من أين علم النبي عليه السلام أمارتها؟ بتعليم الله له، بإعلام الله له. أمارتها غيب، غيب مستقبل بعد النبي عليه السلام بفترة. من أدراه بهذا؟ إنه رب العالمين. قال ذكر له أمارتين. الأولى قال أن تلد الأمة ربتها. طبعا أنا الآن أمامي نص الحديث، لأن في روايات أخرى فيها بعض إضافات بعض كلمات. نحن الآن منهجنا في فقه تأويل الحديث الذي اعتمده الإمام مسلم في هذه الرواية. أن تلد الأمة ربتها، هي العلامة الأولى. الحقيقة أحبابنا الكرام علامات الساعة ثلاث أنواع، قالوا علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى الأحداث التي مضت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بقليل، علامات صغرى. يعني بعثة النبي عليه السلام من علامات الساعة الصغرى، كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعي. ما درى بين الصحابة من خلافات كثيرة من علامات الساعة الصغرى. النوع الثاني علامات ساعة وسطى، وهي ممتدة عبر القرون، أحاديث كثيرة عن رسول الله صحيحة عليه الصلاة والسلام تذكر كثيرا من علامات الساعة الوسطى. الوسطى هذه يعني تمتد قرون عديدة، قد تستمر أكثر من 10 قرون أو 20 قرن حتى، أو حتى أكثر من ذلك، ومذكورة في الأحاديث. ومنها العلامتان المذكورتان هنا في الحديث. النوع الثالث علامات ساعة كبرى، وهي التي تكون قبيل قيام الساعة، مقاربة لقيام الساعة، مثل طلوع الشمس من مغربها، العلامات ساعة كبرى، مثل خروج الدجال، ظهور يأجوج ومأجوج، نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، ظهور المهدي. هذه كلها أحداث تكون قبيل قيام الساعة بفترة قصيرة. فالحديث هنا يتكلم عن أمارات الساعة الوسطى. طبعا نحن في الأمر هذا منهجنا أن لا نأخذ أي علامة وسطى أو صغرى أو كبرى إلا أن تكون واردة في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون حديثه صحيحا وأن يخرج ذلك الحديث. الأمة، أن تلد الأمة ربتها. الأمة الجارية الرقيقة جمعها إماء، والجارية جمعها جواري، والعبد جمعه عبيد، والرقيق جمعه رقاء. ويتكلم على نظام الرق الاسترقاق في الإسلام. ربتها سيدتها، الرب مذكر والربة مؤنث، تقول أنا رب البيت. في هذا دلالة أحبابنا الكرام على جواز إطلاق الرب على غير الله، لكن على شرط أن يكون مقيدا. لاحظ معي، الرب إذا أطلقت كلمة رب بدون إضافة فلا تطلق إلا على الله. الرب الله
الحمد لله رب العالمين. يجوز إطلاق كلمة الرب على غير الله بشرط الإضافة، تقول أنا رب المال، رب المال، رب الأسرة، رب البيت، رب العمل، لا مانع من ذلك. هنا ربتها مؤنث، وفي رواية أن تلد ربها، طبعا احنا يهمنا الآن النص اللي أمامنا، ربتها مؤنث يعني بنتها ربتها التي ولدتها. المراد هنا بالربة السيدة، يعني بنتها ستها سيدتها في هذا الاعتبار. الحديث هذا يعني عند السابقين قالوا في هذا دلالة على كثرة الإماء وانتشار الجواري في التاريخ الإسلامي، يعني انتشار الإسلام، كثرة الفتوحات، نعلم أن نظام الرق والاسترقاق أنه لا يجوز أن تأخذ رقيقا عبدا لا ذكر ولا أنثى إلا بعد الجهاد، في جهاد، في هزيمة مقاتلين، تأخذ جنود مقاتلين كفار خذ أرقاء منهم، تأخذ نساء مقاتلات كافرات خذهن رقيقات، أما أن تأخذ مدنيين رقيقين أرقاء لا يجوز. مدنيين قد يكون هناك بعض التجاوز في العصر العباسي أحيانا، وكان كانوا يتاجرون في العبيد بيع وشراء، حقيقة هذا التجاوز الإسلام لا يقبله ولا يؤيده. فقط الرق في الإسلام مصدر واحد وهو الجهاد للمقاتلين فقط، أما المدنيون فلا يؤخذون عبيدا ولا عرقا. وأما تجفيف المنابع إذا جاز التعبير، عتق العبيد، فالإسلام توسع في هذا، معظم الكفارات في الإسلام تقوم على عتق عبد ذكر كان أو أنثى. فجاء على الإسلام فترة ما كان في نظام عبيد أو أرقاء. الآن أحبابنا الكرام، موضوع الرق الآن أصبح عبارة عن دراسة ثقافية نظرية ليس لها وجود عمل على الواقع. الآن ما في عبيد، ما في رقيق بالنظام الرق المعروف. الآن في رقيق أبيض عالم الإباحية في أوروبا، متاجرة في النساء وغيرها. الآن في الرقيق العاملين العمال أيضا في الاسترقاق السيء هذا. أما النظام الرق الآن غير موجود قانونيا في العالم كله. فالإسلام يبارك هذا ويشجع هذا، فإذا ما قام حكم إسلامي يوما ما، وسيكون في القريب إن شاء الله تعالى، وكان في حكم إسلامي وتطبيق كامل للشريعة، وكان في جهاد، واتفقت الحكومة المسلمة مع الحكومة الأخرى على علم الاسترقاق، كل هذا شيء طيب وجيد. فالإسلام يعني يشجع كما قلنا تحرير العبيد. إذا هنا أن تلد الأمة ربتها إشارة إلى كثرة الإماء وكثرة الإنجاب. وأنتم تعلمون في الفقه الإسلامي أن الرجل السيد الحر إذا تزوج أمه وله الحق الزواج طبعا غير فوق الأربع نساء اللي عنده، وأنجبت منه ابنا أو بنتا، فإن ابنها أو بنتها تحررها، فإنها تكون حرة، يحررها ابنها ويكون هو السيد، وتكون بنتها هي أم ربتها أو سيدتها بهذا الاعتبار. كما قلنا الآن هذا الأمر مش موجود في عالم الواقع. الأمارة الثانية، لاحظ، وأن ترى الحفاة العراة العالة لها أشياء يتطاولون في البنيان. تلاحظون معنا أحبابنا الكرام أن إجابات النبي عليه الصلاة والسلام على الأسئلة الخمسة كلها بالجملة الفعلية بالفعل المضارع المنصوب المراد به المصدر. هنا أن تلد الأمة ربتها، جملة فعلية يعني ولادة الأمة ربتها. اثنين، أن ترى الحفاة، أن ترى أيضا منصوب. وكأن الهدف من هذا الجواب بالجملة الفعلية
الجملة الفعلية يا سادة فيها حيوية أكثر، فيها تفاعل أكثر، فيها تجدد أكثر، فآثرها على الجملة الاسمية بهذا الأمر. لاحظ الصفات الآن، كم صفة؟ الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة، أربع صفات. أراد بها الناس المقيمين في البادية في الأعراب، حفاة ليس عندهم من متاع الدنيا إلا الشيء القليل، عراة ملابسهم ليس عندهم ملابس كثيرة لا تكاد تستر العورة، العالة الفقراء، وجدك عائلا فأغنى الفقراء، رعاء الشاء ركز على الشاء الغنم، الرعاة الذين يرعون الغنم. فهذه صفات أربع أراد بها هؤلاء غير المتمكنين من المدنية. ترى أحبابنا الكرام، المدنية فيها البيوت والاختراعات هالأيام زمان، الآن وصل العالم في التكنولوجيا إلى إنترنت، وأنتم متابعين معنا إنترنت الآن وغيرها، صورة متقدمة جدا. أما كان سابقا كان ناس بدائيين حتى عصر قريب، حتى وقت قريب. فأراد بهذا أنهم لم يكونوا متمدنين، أما قد يكونوا حضاريين. كلمة على الهامش، الحضارة فكر والمدنية عمران. فنقول العالم، العالم الغربي الآن عالم مدني متمدن، لكنه ليس عالم متحضر. في الحضارة بدائية، أمريكا أكبر دولة بدائية، لكن عندها تكنولوجيا، المعلومات هذه الاي تي تبعتها في مستوى عالي جدا مثلا. فإذا هنا هؤلاء في المدنية ليس عندهم منها شيء، حفاة، عراة، عالة، رعاء الشاء. هؤلاء تتحول الأحوال عندهم إلى مستوى عالي من المدنية. قال يتطاولون في البنيان، هذا اللي هي الخبر، أن ترى في محل رفع مبتدأ، يتطاولون في البنيان في محل رفع خبر، يعني يتحولون من قوم بدائيين في عالم المدنية إلى قوم في أعلى مستويات المدنية. يتطاولون في البنيان، ركز لي على فعل يتطاولون، لترى في هذا معجزة عجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام تنطبق الآن على ما في عالمنا العربي اللي كان في الماضي حفاة عراة، والآن صاروا في بنيان فيه تطاول. لماذا قال يتطاولون في البنيان؟ البنيان عندهم ليس بنيان لحاجة، البنيان نوعان، في بنيان لحاجة، تعايز تبني بيت أربع خمس غرف مسطحه 200 متر مثلا، عندك 10 أولاد ويقيمون فيه، هذه حاجتك. أما أنت تبني فيلا ولا قصر وكلفك مليون، وليس في القصر إلا أنت وامرأتك العجوز والخادمة الفلبينية، فكيف قال هذا؟ هذه مأساة، هذه مأساة. كلفوا كذا مليون، ما في حد عنده في البيت، ما أنجب. واحد عنده قصر كلفه مبلغ وقدره، ما أنجب، وعنده امرأته عجوز وهو عجوز، وعنده خادمة في البيت. لمن القصر هذا؟ كلفه نص مليون، بنى لمن؟ ليس لله ولا لحاجة، ليقال هذا قصر فلان، بيت فلان. الآن التنافس والتطاول، صار البناء النوع الثاني بناء للافتخار، المباهاة، التسابق، تسابق. الآن يعني الحديث هذا الحقيقة، حفاة عراة عالة رعاء الشاء، الآن يتطاولون في البنيان، أبرز ما ينطبق على الخليج العربي. ماذا كانوا وكيف صاروا الآن؟ أتكلم عن البناء ليس على غير ذلك حتى لا يزعلوا علينا.
تكلم عن المنافقة طلع كيف كانت أحوالهم بيود الشعر والخيام ورعي الإبل وغيرها والغنم وغيرها وأكل التمر وشرب الماء عليه وهكذا. والآن ماذا صارت الأحوال عندهم؟ صاروا يسابقون الغرب في التطاول في البنية في التطاول. وصار البناء الآن في الخليج العربي على ضفته الغربية دول الخليج والإمارات وغيرها صار البناء هناك الآن بناء للمباهاة وليس للحاجة. وأنتم تعلمون ما أدراك ما خليفة وما برج خليفة وكم طابق ارتفاع برج خليفة وتعلمون الآن على خط الاستواء هناك جبل جليدي من الثلج والجليد وكأنه في المحيط المتجمد الشمالي. كيف يبنون جبلا جليديا على خط الاستواء وكم كلفهم هذا أنا لا أدري. وإلى غير ذلك شارع فيه عمارات كل عمارة 40-50-60 طابق وكل طابق فيه كذا شقة وكلف كذا مليون ولا أحد يستأجر الرياح تلعب في شبابيكه وأبوابه. لماذا البناء هذا بالتنافس؟ أنت بنيت عمارة من 10 طوابق أنا سأسابقك أبنيها من 12 طابق هو يغار مني يبنيها من 15 طابق. يأتي إنسان آخر يقول لست خير مني بناها من 30 طابق وهكذا وهكذا. وهذه أموال أمة ليست مال أبيه ولا مال أمه هذه أموال أمة يأخذونها بهذا هذه مأساة. إذا تحول أحوال هؤلاء من وضع بدائي في التمدن إلى وضع تنافس وتسابق في البناء هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم رأيناها الآن في 2011-2012 ما كانت موجودة قبل 40-50 سنة لم تكن موجودة. والمستقبل أخطر حتى من هذا الأمر في التنافس والتطاول في البنيان. ذكر العلامتين علامات الساعة انتهى الدرس الآن الأسئلة الخمسة أخذوا إجاباتها انتهت مهمة جبريل عليه السلام. قال عمر ثم انطلق كما دخل خرج. عمر يقول فلبست مليا. عمر الآن يعني في منتهى الدهشة والتأثر قدوم عجب أسئلته عجب جلوسه عجب يقول له صدقت عجب الموقف كله يعني مثير للانتباه والإثارة مثير جدا. فعمر يقول لبست يعني مليا معناه فترة طويلة وهجلني مليا ابعد عني مليا فترة طويلة يعني كأن عمر استمر دقائق وسرحان يفكر. وهذا دل على أن الصحابة كانوا يتفاعلون في الأحداث ويهتمون بالأحداث يفكرون فيها. الآن في زماننا الأحداث أصبحت عند الأمة ما تعمل شيء. يا جماعة الآن الناس أصيبوا بشيء اسمه تبلد في الإحساس عنده صار مشاعره فريزر متجمدة لو قامت الدنيا كلها ما بحرك جفنه ما بتأثر. كان سابقا أي خبر يهز البلد كلها هز يطلع الشعب كله. الآن مصير عندك مصائب عظمى والشعب مش موجود مغيب ذهنيا وشعوريا فمشكلة. يعني الناس ما يموت إحساسهم مأساة ولا يحركهم إلا الأمور الساخنة. عمر يتعجب قال فلبست مليا. فلعل النبي عليه السلام شاهد عمر وتأثر عمر واندفاع عمر وعجب وسرحانه ايش اللي فيه. قال يا عمر أتدري من السائل؟ عمر ما صدق يسمع الجملة هذا عايز يأخذ من السائل هو عامل مشكلة عنده. أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. تأخذ من هذا الجواب الأدب أدب عمر في قمة الأدب الله ورسوله أعلم. لو واحد غيره في زماننا ممكن يجاوب جواب جلف يقول له ما انت شايفني محتار تسألني ليه الله ورسوله أعلم.
حقيقة نتعلم كما قلنا من الروايات كلها العلم والأدب في طلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل. خلاص عمر استراح الآن. زي سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، أنه كان ثلاث مشكلات. موسى كان في غاية التفكير لما جاوبه، قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اطمئن الآن سيدنا عمر، اطمئن، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. شوف كيف روعة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتاكم يعلمكم دينكم. في هذا الجواب إشارات مهمة عديدة، من أهمها أولا أن الله يعلم أهمية التعليم بهذه الطريقة الحوارية، فنزل جبريل في صورة رجل حتى يسأل ويتلقى الجواب والجالسين يسمعوا. هذه طريقة تعليمية رائعة جدا ومهمة، هذه واحدة. الثانية أن اعتبر هذه الأسئلة والإجابات من الدين. أتاكم معلمكم دينكم، فدينكم على معرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان وحقيقة الإحسان وعلامات الساعة وغيرها، فهذا كله من الدين، وهذا كله من العلم، مبني على العلم بهذا الاعتبار، طريقة تعليمية رائعة. الحقيقة يعني أحبابنا الكرام، نوقن جازمين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أنجح الناس في التعليم. لأن يقولون في تربية وتعليم ووزارة تربية وتعليم ومناهج تربية وتعليم ومدارس تربية وتعليم وجامعات تربية وتعليم، وكلها هي أفشل التربية والتعليم، لا تخرج إلا الفاشلين إلا من رحم الله. الطريقة الناجحة هذه الطريقة، يستخدم النبي عليه الصلاة والسلام أدق الوسائل التعليمية لتعليم المسلمين هذه المسائل وهذه الحقيقة. واقرأ إن شئت الكتاب العظيم عنوانه الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم للشيخ الجليل عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. شيخ أبو الفتاح أبو غدة رائع وعالم جليل، ألف كتاب سماه الرسول المعلم، كيف طريقته في التعليم، كيف وسائل التعليم، أساليب التعليم، نجاحه في التعليم، آثار التعليم، استقصاها وذكر فيها معلومات ونماذج حقيقة في غاية الروعة. فهذا التعليم كله من الدين، ونحن يجب أن نعلم الآخرين هذه المسائل الدينية حتى يعرفوا ويتعلموا المطلوب منهم في فهم ومعرفة شرع الله تعالى. أحبابنا الكرام، انتهى وقتنا في يومنا هذا عند نهاية هذا الحديث. نراكم إن شاء الله في الثلاثاء القادم مع أحاديث أخرى من كتاب الإيمان في فقه تأويل الحديث، وجزاكم الله كل خير، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هات يا شيخ يوسف، إيش عندك؟ أحدهم يقول: السلام على الدكتور الفاضل المشكور، كيف كنا نتمنى من الانفتاح المباشر من علمائنا على صفحة الإنترنت والجروبات المفتوحة. المهم سؤاله: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل المسائل الغيبية، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم كل القرآن بما فيه من الآيات الغيبية والدليل؟ يعني يريد الدليل على ذلك، نفع الله بكم. هو يعني الحقيقة أنا قلت كان كلامي دقيق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم من مسائل الغيب إلا ما علمه الله إياه، فأن تخشى يكون الجواب مبتور لا يعلم الغيب، لا كلامي صحيح، يجب أن يكون كلامي دقيق. لم يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من مسائل الغيب إلا ما علمه الله إياه، الآية صريحة، قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا كفكرة أساسية. الأمر الآخر أنه ما ذكر في القرآن أمور غيبية في القرآن، هل كان يعلمها أو ما كان يعلمها؟ نقول: إذا كان علمه الله إياها فقد كان يعلمها، إذا ربنا علمه إياها. يعني هناك بعض الأخبار في القرآن أخبر عنها النبي عليه السلام، الأحاديث صحيحة مذكورة في كتب التفسير بالمأثور، فطالما ربنا أخبره عنها فهو يعلمها.
أما بعض الأحداث التي واردة في القرآن بالذات مشاهد القيامة أو أشراط الساعة فوقتها وكيفيتها ما كان يعلمها النبي عليه السلام، وهذا لا يضيره، ما كان يعلمها لأن الله لم يعلمه إياها فلم يذكر فيها شيئا. يعني متى السماء تتكون، الشمس تتكون، متى السماء تنفطر، ما في حديث متى، الله ما خبره بهذا فلم يعلمها. أما إذا ربنا خبره فقد كان يعلمها. كونه لا يعلم المستقبل إلا ما ربنا أعلمه هذا لا يضر من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. سؤال آخر، هل الرؤية في المنام من الاطلاع على الغيب، وما هي شروط الرؤية؟ هل الرؤية في المنام من الاطلاع على الغيب وما هي شروط الرؤية؟ الرؤية المنامية ليست من باب الاطلاع على الغيب، ليست، إنما هي عبارة عن إشارة إلهية ربانية لأمر قادم. رؤيا يوسف عليه السلام وهو صغير 11 كوكبا رآها، مر بتجربة كبيرة، بعد سنوات عديدة لما صار رجل كبير تم تأويل رؤيا قد جعلها ربي حقا. فالرؤيا عبارة عن استشعار وهي نعمة من الله. يعني أنا لا يعني ما دخل في الرؤيا المنامية، أنا أتمنى أن أرى في الليل كذا وكذا لكن ما بيحصل، ربي يعطيني رسالة عن طريق رؤية منامية، فهي عبارة عن استشراف أو استشعار، وهذه ليست خاصة بالمؤمنين. فالملك الكافر زمن يوسف عليه السلام رأى رؤية منامية عجيبة وتم تأويلها في عالم الواقع، فهذه ليست خاصة بالمؤمنين، إذن هي عبارة عن تنبيه رباني لبعض عباده مسلمين أو كافرين، صالحين أو طالحين في أمر ما، فهي عبارة عن استشراف وليس تعليم غيب. استشراف بمعنى يعني أن يحاول يعطيه بعض الإشارات التنبيهية للحدث، والله أعلم. في تعليق الأخ خميس علام يقول إن أذن لي الشيخ بالحضور الأسبوع القادم إن كان هناك متسع. سؤال آخر، هل من فرق بين الساعة والآخر ويوم القيامة في القرآن؟ الكلام الأول للشيخ خميس علان نقول له حياك الله، نعرفه رجل فاضل وأصحاب العلم وحديث على علم، نقول له حياك الله. أما الفرق بين الساعة ويوم القيامة الحقيقة ما في ترادف الكلمات، يعني هي مصطلحات تتكلم على موضوع واحد، متى تسمى ساعة، متى تسمى يوم قيامة، متى تسمى يوم آخر، هي صفات لموصوف واحد حسب اختلاف الرؤية. إذا أردت قرب قصرها تسميها ساعة، إذا أردت حدوثها تسميها يوم قيامة، إذا ركزت على موضوع ما في بعدها تسمى اليوم الآخر. في عبارة عن ثلاث صفات لموصوف واحد كالإنسان، تقول هذا إنسان له عينان وله أذنان مثلا وهو يضحك ويأكل، فتأتي بأفعال كثيرة صفات الإنسان نفسه، وهكذا يوم الآخر، ساعة، يوم قيامة، يوم آخر، والموصوف واحد باعتبار هذا. نعم. سؤال، هل أعجز النبي صلى الله عليه وسلم الكفار إعجازا في قوله يتطاولون في البنيان، هل يسمى إعجاز؟ لا، يعني يقول السؤال هل أعجز النبي عليه السلام الكفار ولا الأعراب؟ قد أنت قلت كنت معجزة ما كنت إعجاز. هل أعجز الكفار لما قال الأمر المستقبل يتطاولون في البنيان؟ لا، هو لم يعجزهم، هو قدم معجزة. الإعجاز قضية ثانية خاصة بالقرآن، أما هنا قدم معجزة، يعني قدم آية، بمعنى من أخبره أنهم سيتطاولون في البنيان؟ أخبره الله سبحانه وتعالى أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا سيكون في المستقبل، اسمه غيب مستقبل هذا في الحديث الصحيح، وأن يتحقق هذا الأمر كما ذكره بعد 15 قرن من ذكره، اسم هذا آية، وسماه بعض العلماء معجزة كمصرح. المعجزة هي أمر خارق للعادة أو إخبار عن أمر قادم، لكن ليس في إعجاز، بل هو عبارة عن آية تبين أنه هذا ليس منه بل من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول آخر، هل النساء العبيدات أو الرقيقات هن أنفسهن ما ملكت أيمان المؤمنين؟
السائل يقول هل الرقيقة هي نفسها في قوله تعالى ما ملكت أيمانكم؟ الجواب نعم، نفس المرأة الأمة الرقيقة أو العبد كما يقولون، هذه نفسها هي المقصود بقوله أو ما ملكت أيمانكم. وهي لها يعني صفات خاصة في الفقه الإسلامي، كتاب الرق في أي كتاب فقه موجود، كتاب الرق يتكلم عنها بالتفصيل وكتب التفسير. أؤكد على حقيقة وهي الآن نظام الرق غير موجود، لا عندنا ولا عند غيرنا، ما في لا عبيد رجال ولا رقيقات نساء. الآن يدرس دراسة نظرية فقط وليس دراسة واقعية. سؤال سابق نسيته، السلام على شيخنا، هل الأخبار أو الإخبار يتطاولون في البنيان سلبي أم هو أمر إيجابي للنهضة؟ يسأل فيقول هل الإخبار عن هؤلاء العرب يتطاولون في البنيان هل هو سلبي أم إيجابي نهضوي عمراني؟ الجواب لا، سلبي سلبي. لو أراد التمدن المدنية لقال يبنون، ابن عمارات شاهق، اعمل عندك خطط اقتصادية وما أحد يمنعك. أما لما قال يتطاولون فيها معنى التنافس والمباهاة والبناء لغير حاجة، ولهذا أنا أعتبر هذا عبارة عن ذم سلبي وليس مدح إيجابي، والله أعلم. الدخول في الحكومات الفاسدة لبعض المصلحين هل يجوز؟ الدخول في الحكومات الفاسدة مش موضوعنا أخي الكريم السائل، لكن أجيبك لا، لا يجوز. لا لا يجوز. أخت تقول هل نحن في مجلس ذكر تحفظ الملائكة؟ طبعا يعني قصدها أنه عن طريق صفحات الإنترنت، هل يعني سؤال طيب، يعني تقول ابنتنا تقول أنه هل نحن في مجلس ذكر تحفظ الملائكة ولا أدري أين هي، في أي دولة في العالم العربي أو الإسلامي أو الخارجي أو عمان أو غيرها. الحقيقة نقول نعم، أبشر ابنتنا والمتابعين أحبابنا الكرام من أبنائنا وبناتنا الآن المتابعين مهما كانت بلدانهم ومواقعهم، نقول نعم أبشروا، أنتم في موقف ذكر المجلس ذكر إن شاء الله. الآن نحن نتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمامي في الغرفة شباب طيبون ما شاء الله باحثون في مجلس ذكر، والمتابعون في أي مكان أينما كانوا هم الآن ذاكرون في صورة من صور ذكرهم لله وطلب العلم، هذا تحفهم الملائكة إن شاء الله تعالى، وأجركم أينما كنتم إن شاء الله ثقيل في ميزان الله تعالى. نعم. يعلم النبي، أخ من غانا يقول لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب إلا ما علمه الله، فما حكم من يدعي معرفة الأمور الغيبية كأمثال العرافين والكهنة؟ وهل من فرق بين الغيب والتنبؤات العلمية؟ محمد بكر مساعد من غانا. جاءنا سؤال من غانا من الشيخ محمد أبو بكر مساعد، مساه الله بالخير. الساعة كم في غانا الآن؟ غانا في غرب أفريقيا، فيعني الحمد لله جزاكم الله خير. نقول نعم، يعني التكهن هذا خطأ وهذه جريمة، أن يتكهن بالغيب، أن يدعي علم الغيب، أن يكون سيحصل كذا وكذا، هذا دجال، هذا دجال. إذا كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، إذا لم يعرف لم يتكلم بما لا يعرف، فكيف من يأتي بعده يعرف عالم الغيب ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالحقيقة إذن هذا أمر دجل وضحك على الناس. المنجمون هؤلاء أو السحرة هؤلاء أو هؤلاء الضالون حقيقة يعني هم يكذبون على الآخرين، ولذلك يجب أن نحذر الناس منهم سواء كانوا في أفريقيا أم آسيا أو حتى أمريكا اللاتينية، فهذا كله دجل لا يجوز في منهج الله تعالى. بس أخ السؤال حقه يعني هو أنه يسأل. نعم. أخ يقول كنت سألته أنا حافظ، كنت قد سألته بدرس العقيدة عن بعض مخالفات سيد قطب لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
فسألنا الأخ قبل يعني وما أجبنا أخي السائل يعني لا تعتب علينا، فكان وقته في درس العقيدة ضيق، ولهذا ما تمكنا من الإجابة على سؤال. الآن يعني الوقت يكاد ينتهي، احنا موعدنا معكم ساعة وربع حتى الساعة 11 إلا ربع. أقول نعم يعني كان هناك بكلام بسرعة طبعا للأخ السائل الكريم، أنه كان هناك اختلاف ما بين الأستاذ سيد قطب والإمام بن تيمية في بعض المسائل، وهذا يعني شيء طبيعي، فلم يكن سيد قطب نسخة من ابن تيمية، فكان يخالف بعض المسائل حسب الأمور الاجتهادية. ابن تيمية كان إماما كبيرا عالما فاضلا، وسيد قطب كان مفكرا كبيرا أيضا رحمهم الله تعالى، فكل منهما يكمل الآخر، إذا خالفه نعم خالف سيد ابن تيمية في بعض مسائل العقيدة، وتحتاج المسألة إلى بحث من منهما على حق، الله تعالى محتاج إلى حقيقة حل ودراسة ومتابعة في هذا الموضوع، وكلاهما عالم جليل فاضل. نعم أحبابنا الكرام، يعني نشكركم على متابعتكم، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم الساعة 9:30 بعون الله تعالى مع باقي حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.